مشاهدينا اهلا بكم من جديد الى موجز من الانباء من قناه النهار، والبدايه بالعناوين. غلاوه اسعار التذاكر وضعف الخدمات يؤرق افراد الجاليه بالخارج، وكاتب الدوله المكلف بالجاليه يعد باخذ التدابير اللازمه. وفي الموجز وجهه العائلات الجزائريه السياحيه تحددها عوامل عده. أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. طرح أبناء الجالية الجزائرية بالخارج خلال استقبالهم اليوم من قبل كاتبي الدولة المكلف بالجالية الجزائرية بالقاسم ساحلي بميناء سكيكدا العديد من الانشغالات والمشاكل التي لا تزال تؤرقهم، على رأسها غلاوة أسعار التذاكر التي لم تعد في متناول الكثير من العائلات، وهي المشكلة التي لم تسمح للعديد من المهاجرين بالقدوم إلى أرض الوطن، بالإضافة إلى تدني ظروف المبيت داخل البواخر التي لم تعد تستجيب للمعايير والمواصفات المطلوبة، خاصة فيما يتعلق بالحمام والمراحيض والماء، وقلة النظافة في المقابل. بدأوا استحسانهم للإجراءات الجديدة التي اتخذت على مستوى المطارات والموانئ لتسهيل ظروف الاستقبال. Ce que je peux dire, c'est que le voyage s'est super bien passé. Le seul contrainte qu'on a, c'est les prix. Franchement, c'est un truc de fou. Ça coûte très très cher pour nous. C'est entre 500 et 800 euros, c'est trop. Franchement, entre le transport, entre le train, le bateau, c'est excessivement cher. L'avion, n'en parlons pas. Il y a une grande partie qui est passée par bateau parce que c'était trop trop cher par avion. Oui, bah c'est cher. Autant partir en Amérique, c'est moins cher, je pense. Après, j'aimerais bien que voilà, on se fasse arranger mieux, quoi. Voilà, quoi. Il y a plus d'arrangements pour les prix. Voilà. Moi, je vais chaque année en Algérie. Alors, voilà, j'aimerais bien que on fasse un petit effort, quand même. Voilà. هذا وتختار الجالية الجزائرية بالخارج مختلف وسائل النقل البحري والجوي للالتحاق بأرض الوطن من أجل قضاء العطلة، لكن وعلى عكس نظيرتها من الجاليات المغربية لا تتلقى جاليتنا أي تشجيع، بل بالعكس فهي تتعرض للابتزاز من خلال رفع أسعار التذاكر. التفاصيل في هذه الورقة لزميلة سارة ياقوت الغردوية. يغتنم أفراد الجالية هذه الفترة من السنة لزيارة الجزائر والأهل، وهنا يأتي دور شركة النقل البحري والجوي التي تستغل هذه الفترة أسوأ استغلال، حيث ترفع أسعار التذاكر وسط تذمر العائلة المهاجرة. Un jour ou de l'autre, il n'y a personne qui va venir ici en Algérie pour visiter ses parents. Moi, s'il n'y a pas mes parents, je ne viendrai jamais ici. C'est pas question de payer. Le pays est magnifique, il est plus beau que la France, il est plus beau que l'Europe. Mais le prix de voyage par rapport à l'avion, par rapport au bateau, c'est un assassin pour tout le monde. Et surtout, ils profitent le temps quand les enfants ils vont être en vacances. Le temps qu'ils vont être en vacances, ils augmentent le billet. Faire un effort pour les immigrés, qu'on n'a pas beaucoup d'argent, il y a la crise en Europe, on n'a pas beaucoup d'argent, qui nous facilite et qui baisse un peu les prix pour qu'on puisse rentrer dans nos pays, pour montrer la religion à nos enfants, pour montrer leurs racines, leurs grands-pères, leurs grands-mères, de profiter du Maghreb. مقارنة بنظيرتها التونسية والمغربية، تفرض شركة البحرية وشركة الطيران أسعارا جد عالية صارت تحول بين الجالية والوطن. Moi je pense que les billets algériens sont plus chers que les billets tunisiens et marocains. Bon, cela dit, j'ai pas fait des traversées en Tunisie ou au Maroc, mais par rapport à d'autres pays, c'est excessivement cher. الجالية الجزائرية بالخارج جزء لا يتجزأ من الشعب الجزائري، ولكن إلى متى سيعاني هذا الممثل الغير رسمي للجزائر من التهميش والإذلال كل سنة؟ هذا وتعرضت مجموعة من العائلات الجزائرية من الجالية المقيمة بفرنسا للاحتيال أمس عند تنقلهم إلى ميناء مرسيليا ليتوجهوا للبلد الأم الجزائر للقضاء عطلة الصيفية، حيث تم منعهم من الالتحاق بأماكنهم على باخرة طارق ابن زياد التابعة لشركة الجيغيفيغي للنقل البحري. وقال المواطنون أنهم منعوا بسبب إعادة بيع أماكنهم لأشخاص آخرين، وبعد دخول قوات الأمن الفرنسي لفك احتجاج الجالية أجبرت الشركة على نقلهم في ظروف كارثية وغير إنسانية. La galère, qu'il y a 3 personnes, 4 personnes gardées في مارسيل, عندهم لوكي aussi. C'est la catastrophe. في البور, إيه بان ريزيرفينا لي بيي تاعنا, صافي 4 مو 4 شهور, حنا اللي اشترينا لي بيي تاعنا, الأوفرتور تاع الآخر. من بعد كي لحقنا ثم كنا مع التوالا, استادير هما فوتوا ان نومبر, ومن بعد لحقنا التوالا,
قال لك نو ساي ولحقنا على النومبر دونك انتوما تقدروا تروحوا. علاه؟ قال لك ساي احنا بعنا ليبيين تاعكم لي بلاص بعناهم لو باتو لي ساتوري ساي. قلنا لهم كيفاش؟ قال لك ساي جيتو توالا. قلنا مي باغ كونت راه بلايصنا بعتو بلايصنا هنايا وعلى الاخر خلاص ركبونا بصح ركبونا بالمزيه بالذل قسم بالله غير بالذل. Fait passer les gens qui sont en liste d'attente, alors que nous on a des billets. Et les billets, qu'on a achetés, pour moi je l'ai acheté ça fait une semaine, mais comme les gens qui sont à côté de moi, ils l'ont acheté ça fait quatre mois peut-être plus. أعلن كاتب الدولة عن عزم الوزارات اتخاذ إجراءات جديدة لفئات المتقاعدين في المهجر تسمح لهم بالمكوث بأرض الوطن أكثر من الفترة المحددة لهم بثلاثة أشهر حتى يتمكنوا من تسوية أمورهم العائلية وقضاء العطل في ظروف حسنة. وفي ذات السياق صرح ساحلي بأن هيئته بالتنسيق مع وزارة الشبيبة والرياضة قررت تنظيم مخيم لفئات حوالي 400 طفل من أنباء الجالية الجزائرية من كل أنحاء العالم، ينتظر أن يتم استقبالهم يوم 14 من الشهر الجاري ضمن برنامج يهدف إلى تعريف هؤلاء بالوطن. كما سيتم دراسة تخفيض تكاليف السفر لفئات الجالية الجزائرية كاشفا على أنه تم وضع رقم أخضر لفئات الجالية. صالح الدولة عندهم يعني عناوين إلكترونية، وضعنا رقم أخضر هذا السنة على مستوى كتابة الدولة لاستقبال شكاوي المواطنين في كل الولايات الساحلية، 14 ولاية اللي فيها مطارات وموانئ. وضعنا يعني شيء نسميوه لي بوان فوكال اللي هما يعني إطارات نتاع الإدارة المحلية، وين أرقام الهاتف نتاعهم، الأرقام الخاصة يعني تليفون الهاتف النقال وأرقام الهواتف الثابتة نتاعهم راهي موضوعة في لي ديبلي. عمل رئيس وزراء النرويج سائق سيارة أجرة في وسط أوسلو لمدة يوم في جوان الفارط، مما جعل الركاب الذين أقلهم يتساءلون إن كان زعيمهم المنتخب قد ترك منصبه. وارتدى ياس زي سائق سيارة أجرة ونظارة شمسية ونقل الركاب في شوارع العاصمة النرويجية لعدة ساعات، ولم يؤكد شخصيته الحقيقية إلا بعد أن تعرف الركاب عليهم. واستخدمت كاميرات خلفية لتصوير هذه المغامرة التي أشرفت عليها وكالة إعلانية في إطار حملته الخاصة لإعادة انتخابه. وقال للصحيفة إنه كان يريد أن يستمع لآراء الناس الحقيقية في السياسة. وأضاف إذا كان هناك مكان يقول فيه الناس ما يريدونه حقا حول معظم الأشياء فإن هذا المكان هو سيارة الأجرة، سيتحدثون من أعماقهم مباشرة. واعترف أنه يقود النرويج أو الرئيس الذي يقود النرويج منذ 8 سنوات بأنه غير معتاد على قيادة السيارات، حيث إنه يجلس عادة في المقعد الخلفي بالسيارة التي يقودها السائق. بعد انقضاء شهر رمضان تلجأ العديد من العائلات الجزائرية للبحث عن الوجهة الملائمة لقضاء عطلة الصيف أو ما تبقى منها، وهذا حسب الذوق والميزانية التي خصصها كل أفراد أو عائلة أو العائلات الجزائرية. الزميلة ياسمين خالفي في جولة بين وكالات سياحية وخبراء السياحة عادت بهذا التقرير. أين نقضي عطلة الصيف هذه السنة؟ سؤال قد يبادر إلى أذهان العديد من العائلات الجزائرية. أما الوجهة فقد تحددها عوامل عديدة، الميزانية، الجانب الأمني، أهم العوامل التي ترسم وجهة العائلة الجزائرية في الصيف. Les destinations les meilleures les Algériens c'est bien la Turquie, le Maroc, la Tunisie, Dubaï, Malaisie et Thaïlande. Ça dépend le budget. Chaque famille ou chaque personne عندها le budget تاعها. السياحة في الجزائر عمري ما سيد، وهذا الخطأ خيرنا لا تركي. أنطاليا ولا تخيلي تونس نورمال سيت ان سيرتان بري، تخيلي لا تركيا ان سيرتان بري، تخيلي لا غريس ولا الاسبان ولا شاك بي سون بري. نقص نشاط القطاع السياحي الداخلي هو سبب اختيار بعض المواطنين وجهة الخارج، حيث أعاب مسؤولو القطاع على النقص الفادح في هذا القطاع داخليا. كيروح لتونس عنده مثلا 6 ليالي وسبع أيام وعنده لا دومي بونسيون والبتي ديجني دونك دومي بونسيون كومبليت، اور هنا في الجزائر ب 35000 دينار يقدر يجوز ليله او ليلتين من اقصى حد في 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 فندق جزائري. وزيد ما عندناش المهنيين في اطار نوعيه الخدمات. وفي غياب معالم سياحيه داخليه واضحه واضطراب الوضع الامني في الدول المجاوره وتكلفه البعض الاخر، تبقى وجهة العائلة الجزائرية متعددة الأوجه. ختام الموجز، أشكركم على كرم الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.